جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: ما الضابط في إطالة القراءة في الصلاة وبخاصة صلاة الفجر؟ وهل قراءة نصف وجه أو وجه ونصف أو أكثر من ذلك يعتبر من الإطالة؟ الإطالة تنقسم إلى قسمين: إطالة المنفرد لنفسه لا بأس، طول ما شاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الإمام فلا يشق على المأمومين، وإنما يطيل إطالة لا تشق على المأمومين. نصف الوجه قليل، هذا يعني يسير، يطيل أكثر من نصف الوجه. أنا صلى الله عليه وسلم يقرأ بالفجر من 70 إلى 100 آية، يدخل فيها بغلس يعني بظلام، ولا يخرج منها إلا حين يعرف الرجل جليسه. فقهاء قالوا يقرأ بالمغرب من قصار المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل، وفي بقية الصلوات من المتوسطات من المفصل من أوساطه. قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة والليل إذا يغشى، الشمس وضحى، وأمثالها من السور. نعم.